Thank you.
علي وما دواني جرح قلبي بسيف ماضي ضربة خدعان بسام الشفر رماني وقتلني ضار بالأخفان حسن وباحين شفته للموت دعاني كان السبابي مشيت نتسارى في البستان بكلوفي وشداني صبت على الزين وقفا عشق الزين شوف حالي يا وعدي فاني سبابي يا أهل الهوى عراد الغزلان سلب عقلي وداني غير تلاقيته مصادفة لا يمني فليعتي ما زاروا بمهاني وتطلعت الغرام واللي جرى والديهان Thank you.
خلفها الشيطان وهمي وحزاني جن بعد جات ريفا أحافظ ميدي وترتيبي في ديواني بعد الملحون ستفادوا به البيان ويمر الإخواني بالمعنى مفهوم تكتفى حققوا لي ورتبوا لدهم الميزاني إذا بقت معهم لا تخشان قلهم شيخي وصاني لتأدب معها الوفا ذوي المعنى يعرفوا في نقاط الزيداني يا والحسين كذلك سبيها لا يفهم ديواني ما نعتبره واسع العفار ميمين وحاول شد علينا المداني تحت الميم الاولى يظهر لك البيان هذا هو عنواني ربعوني في الاصل ما خفا 300 بعد الالف عرفت ما قال لساني زيد 17 سنه بعده شعبان في شهر جمادى الثاني هذا القصيدة مرها ألا يملي في ليعدي ما صاروا كمحالي تغطيت الغرام والهجرة والتهان جيل لا بكاني تدري من السدر والجبال من الأبكاني تعلمني من السنة والجميع